يا مرحبا بكم مشاهدينا. عندما نتحدث بلسان عربي نقصد اللغة العربية الفصيحة المعتمدة في تدريس معظم مناهج الدول العربية والتي يفهمها العرب من المحيط إلى الخليج. لكن وزارة التعليم المغربية أصدرت الكتب الدراسية للعام الجديد مدرجة ألفاظا باللهجة العامية المغربية. كتب المرحلة الابتدائية احتوت مثلا على بعض الأسماء للأكلات وألفاظ عامية أو بالدارجة كما يطلق عليها من قبل المغربيين. هنا نرى مثلا أسماء أكلات مغربية: البريوات، حلوى مغربية، البغرير، خبز مغربي، ولدينا الغريبة، حلوى مغربية أيضا. ونرى في كتاب آخر هناك أغنية شعبية ترجمت إلى اللغة الفرنسية، فكلمة جوج تعني اثنان، أما كلمة با فتعني أبي، والقميجة ماذا تعني القميجة؟ القميص. عبد الوهاب على تويتر يعلق على هذا ويقول: ما بقى ما يعجب شخصيا من سفطش ولدي للمدرسة باش يقرأ بغرير. خلاصة القول: الهجرة لمن استطاع. ينصح المغربيين بالهجرة. سنيفر يقول: كنت أظن أن جيل التسعينيات مظلوم تعليميا، لكن عاما بعد عام يتبين أن التعليم عندنا إلى الهاوية، ليبغى يقري أولاده وقريهم في داره، والمدرسة مجرد احتكاك مع الأقارن. أما طارق ساقي يقول: للأسف المشكلة ليست في إقحام كلمات من الدارجة، بل إنك شكلتها مما يعطيها وضع اللغة الفصحى. أيضا لدينا هذه التغريدة الأخيرة من سامو تقول: نحن سكان أقاليم الشاوية والدكالة نطالب بإدخال تصغير الأسماء في المناهج الدراسية، كخويرف، ضحايكة، مزيليط، هويعة إلى آخره، في إطار إعطاء دفعة للتعليم في المغرب. حزب الاستقلال ومن خلال رئيس كتلته في البرلمان يطالب بعقد جلسة للبرلمان لمناقشة هذه القضية. قال: إن هذه المبادرة تفاعلا مع انشغالات المواطنين الذين استهجنوا إقحام اللغة العامية في المناهج. ويكمل: عدد من مضامين هذه المقررات يخالف المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهو ما يشكل إخلالا صريحا بالمقتضيات الدستورية. وزارة التربية الوطنية المغربية أصدرت بيانا توضيحيا للموقف تقول: اعتماد أسماء عالم لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بسلك الابتدائي يعود لمبررات تعليمية صرفة. أما فيما يتعلق بصورة أنشودة باللغة الدارجة مكتوبة بالحرفين العربي واللاتيني، فننفي نفيا قاطعا كون مصدر هذه الوثيقة مقرر دراسي مصادق عليه. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الدار البيضاء الأستاذ ربيع الكرعي الحاصل على ماجستير في اللغة العربية، هو مدرس تربية إسلامية. مرحبا بك أستاذ ربيع. لماذا كل هذه الاعتراضات على ما يتم تداوله من إدراج بعض اللغة الدارجة أو المصطلحات لبعض الأكلات والألبسة في المغرب ضمن المناهج الدراسية؟ السلام عليكم ورحمة الله. نحيي قناة البي بي سي على هذا البرنامج، ونقول لها بأنه فعلا يعني كما رأينا أنه تم إقحام مفردات من الدارجة في المقررات أو الكتب المدرسية، وإضافة إلى أن هذه المفردات تخالف منظومة القيم والثوابت الجامعة للأمة المغربية. فإذا قلنا أن هذه المفردات هي مفردات من العامية المغربية، فأي عامية مغربية نتكلم عليها؟ طيب، هل هي عامية الشرق أم عامية الغرب أم عامية الجنوب؟ اسمح لي بالسؤال يا ربيع. أنت إذا ذهبت إلى الحلواني، هل تقول له من فضلك أعطني رطلا من الكعك المرشوش عليه سكر أو المحلى، أم تقول له أعطيني كيلو غريبة؟ يا سيدي، نحن نقول له بالدارجة. صاحب الحلوى يعرف أنك تقول له: أسيدي أعطيني الله يجازك بخير واحد ستة البغريرات ولا ثمانية، وأعطيني غريبة وأعطيني. فهذا رصيد لغوي للطفل، هذا الرصيد اللغوي للطفل يكتسبه منذ البداية، هذا يكتسبه في 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 منزلهم. إذن فما هي ضرورة إقحامه في 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 الكتب المدرسية؟ طيب لماذا لا يكون نفس الذي يسمعه في منزله يسمعه على صف الدراسة؟ الكثير من الغربيين يقولون لك إن ضعف القراءة لدى الشعوب العربية سببه
هو اختلاف اللغة في القراءة عن اللغة التي يسمعونها في الشارع والمنزل. هذا سيدي إذا كان في اللغة عند الأوروبيين، يعني تتكلم عن مثلا اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، فاللغة العربية لها خاصيتها. فنحن نعلم أن اللغة العربية لغة القرآن، وهذه اللغة إذا ما أخذ هذا الطفل داخل المؤسسة درسناه باللغة العامية، فكيف سيفهم لغة القرآن، وكيف سيخاطب، وكيف إذا درسناه هذه اللغة في مراحله الابتدائية؟ فما هي اللغة التي سندرسه بها بعد المرحلة الابتدائية؟ لماذا لم يتم التفكير في هذا؟ فهذا ضرب من العشوائية، وهو يعني مزيد من 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 وضع برامجنا التعليمية في الوحل. هي غارقة في الوحل، ونزيدها وحلا في وحل.